في فلسطين المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية، والتي نتابع فيها للأسبوع الرابع على التوالي تطورات الانتفاضة الفلسطينية. ونتوقف اليوم عند خطة كيري التي ينظر إليها الشعب الفلسطيني بقدر كبير من الريبة والاتهام. أهلا بكم. ففي الوقت الذي ما زالت فيه انتفاضة القدس مشتعلة في كثير من المدن الفلسطينية، فإن محاولات إجهاضها واحتواء تداعياتها لم تتوقف كذلك. وتعتبر خطة كيري التي توافق عليها كما يبدو مع الأردن والسلطة الفلسطينية هي الاختبار الحقيقي الأول لقدرة الانتفاضة على تجاوز ما يحاك ضدها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ولمناقشة تطورات الانتفاضة ومدى قدرتها على تجاوز العقبات التي توضع في طريق تحقيق أهدافها، أرحب بضيفي في الاستوديو السيد محمد صوالحة، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية. وقبل البدء بالحوار نشاهد معا التقرير التالي من إعداد الزميل عدنان حميدان. يبدو أن التقرير للأسف غير جاهز حتى هذه اللحظة، سنعود ونعرض التقرير خلال هذه الحلقة. والآن دعوني أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد صوالحة، الخبير بالشؤون الفلسطينية. أستاذ محمد، ما زالت محاولات إجهاض الانتفاضة مستمرة، هل هناك فرص حقيقية لإجهاضها فعلا والحيلولة دون استمرارها وتحقيق أهدافها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن في عمليا نقترب من الشهر الثاني لهذه بداية الشهر الثاني، وكثيرون راهنوا على أن هذه الانتفاضة لن تستمر، لكن من الواضح أن زخم الانتفاضة في تصاعد. اليوم كان هناك استشهاد أكثر من شهيد في أكثر من منطقة، نقاط الاحتكاك مع الجانب الصهيوني والمظاهرات كثيرة جدا في كل أرجاء الضفة الغربية، مدينة الخليل مميز أدائها خلال المرحلة الماضية، رام الله، نابلس، كل هذه المدن الفلسطينية. بالتالي أنا أعتقد أن يعني الانتفاضة الفلسطينية تجاوزت ما يمكن أن يسمى يعني الاختبار الأول في أن هل تستمر أو لا تستمر. أنا أعتقد أن يعني هذه المدة وبعد يعني هذا العدد من الشهداء، أنا أعتقد أن الانتفاضة يعني مستمرة، ولكن بالتأكيد هناك الكثير من يعني العقبات التي تواجهها أو المؤامرات التي يمكن أن يعني تتأمر عليها. مثلا ما هي أهم العقبات التي يمكن أن تحقق أو أن تمنع الانتفاضة من تحقيق أهدافها؟ يعني العلاقة الفلسطينية، علاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل، هذه قضية لحد الآن ليس واضحا أن السلطة الفلسطينية بكل أجهزتها يعني هل هي تقف ضد الانتفاضة أو تقف على الحياد، أو يمكن أن يتطور الأمر كما حصل في انتفاضة العام 2000 وتقف إلى جانب الانتفاضة الفلسطينية. أنا أعتقد موقف السلطة الفلسطينية موقف أساسي في هذه القضية، بمعنى أنه الشارع الفلسطيني إذا اطمأن إلى أن السلطة الفلسطينية لن تقف ضده، لن تعتقل يعني الناشطين الفلسطينيين، يمكن أن يتشجع أكثر. إلى الآن الأمور غائمة، لحد الآن لم تحسم السلطة الفلسطينية أمرها بشكل جيد. لكن موضوع يعني التنسيق الأمني بالتأكيد كان طوال الفترات الماضية، طوال السنين الماضية، يشكل عقبة أساسية ضد أي تحرك فلسطيني. لكن كما يبدو أستاذ محمد، الآن السلطة الفلسطينية على الأقل ساكتة، يعني لا تمارس ربما ضد المنتفضين أو ضد الحراك الشعبي أي أو لا تقوم بإجراءات حقيقية تعوق، بمعنى أن هذه العقبة ليست موجودة الآن. هل هناك عقبات؟ صحيح، لكن هذه النقطة هنا لماذا أنا قلت أن إلى الآن هذا الموقف غائم، بمعنى أنه هناك ضغوط دولية على السلطة الفلسطينية، هناك تهديد بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، ونحن جميعا نعلم أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تقوم بذاتها، لا تستطيع أن تستغني عن الدعم المالي الغربي، وبالتالي هناك ضغوط غربية على السلطة الفلسطينية من أجل تأخذ موقف أكثر حدة من الحراك الانتفاضي داخل فلسطين. بالتالي أنا أقول إلى متى ستصمد السلطة الفلسطينية؟ على الأقل السلطة الفلسطينية الآن في حالة من الحياد، هذا الحياد أتاح للناس قدر من الحركة.
لكن يخشى أن يتغير هذا الأمر، وأنا أظن أن الناس تتحسب لذلك. البعض يقول أستاذ محمد أن السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة تعتقد أن الفعل على الأرض سيصب في مصلحتها، بمعنى بالتأكيد أنه سياسياً لن يخرج عن الإطار الذي تخطط له السلطة الفلسطينية من تغيير قواعد اللعبة مع الإسرائيليين ومحاولة الاستقواء بالمجتمع الدولي. هل تعتقد أنه هذا يعني قد يجعل السلطة الفلسطينية تتأخر أو حتى لا تمارس الضغط السياسي أو الأمني على المنتفضين والمقاومين؟ السلطة الفلسطينية مستفيدة بالتأكيد مما يجري، لأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، بالتالي السلطة الفلسطينية تريد أن يكون في يدها ورقة ضغط على الجانب الصهيوني. ولكن أنا أريد أن أذكر هنا أن السلطة الفلسطينية أن الانتفاضة الفلسطينية بدأت عمليا في العملية التي جرت في منطقة نابلس، خور مدينة نابلس، وقتل فيها اثنان من المستوطنين. السلطة الفلسطينية في البداية تعاونت مع الجانب الإسرائيلي في قضية اعتقال المنفذين، وكانت هذه قضية لافتة يعني لنظر كل الشعب الفلسطيني. أنا أقول لهذا هناك ضغوط على الشارع على السلطة الفلسطينية، نأمل أن لا تنساق السلطة الفلسطينية اللي تفعل فعلا أمنيا ضد قيادات الانتفاضة. إذن هذه التنسيق الأمني وموقف السلطة الفلسطينية وأجهزتها عقبة، لكن حتى الآن ليست عقبة كأداء تعوق استمرار الانتفاضة. ماذا عن الحراك الدولي لإجهاض الانتفاضة؟ طبعا الحراك الدولي والذات الأمريكي، جون كيري الذي جاء إلى المنطقة يضغط على السلطة الفلسطينية، يضغط على الأردن من أجل وقف هذا الذي يجري. هم الآن يركزون على قضية واحدة وهي قضية الأقصى. هم أدركوا أن المحرك كان لهذه الانتفاضة هي قضية الاقتحامات التي كانت تقع على المسجد الأقصى، وبالتالي هم يعتقدون الآن أن حل هذه المشكلة يمكن أن ينهي الانتفاضة. أنا أعتقد أن الشارع الفلسطيني الآن يدرك جيدا أن القضية ليست فقط قضية إعادة الوضع إلى ما كان عليه في المسجد الأقصى. الآن هذه الانتفاضة انطلقت، يعني الناشطون والمنتفضون يقولون أننا يعني أن القضية ليست فقط المسجد الأقصى. نعم المسجد الأقصى كان محركا، ولكننا نريد في النهاية أن يكون هناك حرية للشعب الفلسطيني في كل الضفة الغربية، ليس فقط في المسجد الأقصى. طيب اسمح لي الآن ينضم إلينا الدكتور هايل عبد الحميد الداود، وزير الأوقاف الأردني. دكتور هايل مرحبا بك معنا، وسؤالي لحضرتك حول الاتفاق الذي تم التوافق عليه بين وزير خارجية أمريكا والقيادة الأردنية، والذي يهدف إلى من وجهة نظر بعض الفلسطينيين إلى احتواء الانتفاضة، والموقف الرسمي الأردني يقول هو لمصلحة حماية المسجد الأقصى المبارك. السؤال هو فيما يتعلق بجزئية الكاميرات التي سيتم نصبها في الأقصى المبارك، في ساحات الأقصى. الأردن كان في السابق يرفض مثل هذه الفكرة، ما الذي جرى حتى يقبل الأردن ويتحمس لفكرة إيجاد الكاميرات التي يعتبرها البعض الفلسطيني أنها فخ وليست في مصلحة الفلسطينيين؟ شكرا لك أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي الكريم، نحن في المملكة الأردنية الهاشمية نتحرك في موضوع قضية القدس بشكل عام والأقصى بشكل خاص من منطلق واجبنا وهمتنا كدولة لها الولاية والوصاية على المسجد الأقصى المبارك. نحن معنيون بحماية المسجد الأقصى المبارك، معنيون بالمحافظة على هويته العربية والإسلامية، منع تهويده، منع تقسيمه، منع الانتهاكات التي كانت تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال باستمرار لإتاحة الحرية للمسلمين لأن يدخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك بكل حرية لأداء العبادة فيه. هذه القضية وهذه الرسالة وهذه المهمة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية، وتتحمل عبء هذه المسؤولية وتتحمل عبء التصدي للسلطة القائمة بالاحتلال في الزمن الذي تخلى فيه الكثيرون عن واجبهم في قضية القدس والأقصى والمقدسات، وفي زمن هذا الانكفاء العربي والتراجع العربي وتراجع أولوية القدس في سلم أولويات الدول العربية والإسلامية.
هذا الذي نقوم به في القدس. وهذه الحقيقة نحن لسنا معنيون باحتواء الانتفاضة أو توقيف الانتفاضة، فلا علاقة بين ما تم في موضوع القدس والمسجد الأقصى المبارك وقضية الانتفاضة. يعني نحن الحقيقة نرجو أن نتوقف عن تراشق الاتهامات في الوقت الذي تقوم فيه السلطة المحتلة بكل إجراءاتها وخططها المتواصلة من أجل تهويد الأقصى ومن أجل تقسيم الأقصى. عندما تقوم الأردن بواجبها في هذا الموضوع يخرج من يحاول أن يحرف الأمر عن مساره، ثم نبدأ العادة العربية المعروفة باستمرار تراشق الاتهامات وغير ذلك. معالي الوزير، موضوع يا أخي الكريم لو سمحت، موضوع الكاميرات الذي سألت عنه، هذا الموضوع هو كان مطلبا أردنيا وليس ضغطا على الأردن. نعم، في السابق الأردن رفضت موضوع الكاميرات لأن الكاميرات كانت في ذلك الوقت هي مطلب إسرائيلي، وهم الذين كانوا يريدون تركيب الكاميرات. ما الفرق معالي الوزير بين الآن وقبل؟ ما هو الفرق الرئيسي حتى يتوضح للجمهور؟ كنت أخي أقول في السابق الذي كان يطلب الكاميرات هي السلطة القائمة بالاحتلال، هي التي كانت تريد تركيب الكاميرات لتراقب من خلالها أهلنا في المسجد الأقصى المبارك، لتراقب المرابطين والمرابطات، وهذا ما رفضه الأردن. أما اليوم فكرة الكاميرات هي فكرة مختلفة، اليوم كان هذا طلبا أردنيا وليس طلبا إسرائيليا، لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ولتوثيق الاقتحامات الإسرائيلية باستمرار. كلما كان يحصل اتفاق على موضوع حرية المسلمين والفلسطينيين في الدخول المسجد الأقصى المبارك كانت تأتي السلطة القائمة بالاحتلال تحت ذرائع شتى تقول أن الذي يستفزنا والذي يقوم بالتعرض في داخل المسجد الأقصى المبارك هو الفلسطينيون. طيب، ونحن كنا نقول باستمرار بالأردن لا، الذي يقوم بذلك هو السلطة القائمة بالاحتلال. فاليوم نحن اقترحنا هذا الاقتراح لتبث هذه الكاميرات ليس للإسرائيليين وإنما لكل أنحاء العالم. طيب دكتور، شركة الإنترنت ماذا يجري في المسجد الأقصى المبارك؟ جيد دكتور، لكن يعني المتابع للموقف الفلسطيني الرسمي يلاحظ أن هناك عدم اتفاق ربما أردني فلسطيني على هذه الخطوة. أنا على الأقل تابعت تصريحات لثلاث أو أربع من قادة حركة فتح وقادة السلطة، يعتبرون بعضهم أو أحدهم وزير خارجية السلطة يعتبر الاتفاق بين كيري والأردن عبارة عن فخ للفلسطينيين. ما رأيك في ذلك؟ أقول أخي، نحن في شؤون المسجد الأقصى المبارك الأردن له الولاية والوصاية بموجب اتفاق مع الفلسطينيين في هذا الموضوع، مع إخواننا الفلسطينيين. نحن بشكل عام ننسق مع إخواننا الفلسطينيين في هذه القضية باستمرار تنسيقا تاما. الحقيقة نعم، في هنالك بعض التصريحات التي خرجت أول الأمر بطريقة أعلنت فيها يعني تحفظات معينة حول هذا الموضوع، ولكن في النهاية السلطة كسلطة أعلنت أنها مع هذه الفكرة. حتى وزير خارجية السلطة يعني تراجع عن التصريحات التي قال فيها في هذا الموضوع، وفي النهاية لا توجد فكرة يمكن أن تكون موضع اتفاق بين جميع الأطراف وينظرون إليها بنفس الصورة. ولكن نحن لكن يا دكتور، الطرف الفلسطيني في حمايتنا للمسجد الأقصى المبارك، لكن الطرف الفلسطيني دكتور يعني هو ليس طرفا هامشيا في المعادلة في هذا الموضوع بالذات، ولديه على الأرض إمكانية إفشال مثل هذا الاتفاق إن لم يكن هناك توافق فلسطيني أردني رسمي. وأيضا على المستوى الشعبي الناس تتخوف من أن يعني العلاقة الأردنية الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي وفقا لاتفاقية وادي عربة قد تؤول هذه الصور إلى استخدامات أمنية ضد المواطنين. هل لك أن تطمئن المواطنين الفلسطينيين من هذه الناحية؟ أولا أخي، أنا ما قلت أن السلطة هي طرف هامشي، أنا قلت هناك تنسيق مستمر مع السلطة في هذا الموضوع. قد يكون هناك طرف أو غير ذلك، يعني تعرف السلطة أخي مكونة من أطياف متعددة مختلفة ولها رؤاها المختلفة في هذا الموضوع. عندنا في الأردن هناك رؤى مختلفة في أي قضية من القضايا، فأنا قلت هذا أنه مع السلطة هناك اتفاق وتنسيق وترحيب بهذه الخطوة، وليس هناك اعتراض خرجت بعض الكلمات أو الأصوات أو الجهات المعينة في هذا الموضوع. أما موضوع اتفاقية وادي عربة أخي بين الأردن وإسرائيل، نحن لا نستخدمها في التنسيق مع الاحتلال ضد مصالح الشعب الفلسطيني ولا ضد المسجد الأقصى المبارك. هذه الاتفاقية نستخدمها بعكس ذلك للضغط على السلطة القائمة بالاحتلال للحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، عدم انتهاك السلطات الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك. أنا أقول أن السلطة القائمة بالاحتلال رضخت لمطلب الأردن في هذا الموضوع، وتم الضغط على نتنياهو في هذا الموضوع ليعلن بشكل واضح
أن حق العبادة في المسجد الأقصى المبارك هو حق خالص للمسلمين. طيب. وهذا الأمر لولا القدرة الأردنية والدبلوماسية الأردنية وجهود جلالة الملك لما صرح نتنياهو بهذا الموضوع. لكن دكتور هايل، الذي قام به نتنياهو والذي أثار احتجاجا عليه داخل الكيان الإسرائيلي نفسه. يعني معالي الدكتور هايل، يعني هذه النقطة الأخيرة التي تفضلت بذكرها، يقول البعض أن الاتفاق يجعل زيارة اليهود للحرم أي لما هو داخل السور للمسجد ساحات المسجد الأقصى يجعلها أمر واقع ويجعلها تتساوى مع حق المسلمين في الصلاة إلى حد كبير، أليس كذلك؟ لا ليس كذلك أخي الكريم، لأنه أولا دخول السياحة بعد عام 67 وكما تعلم لغاية عام 2000 كان هناك دخول لكل الناس إلى المسجد الأقصى المبارك. بس السياحة دكتور تقصد اليهود يعني يدخلون للسياحة؟ كيف يا أخي؟ اليهود يعني تقصد يدخلون للسياحة إلى ساحات المسجد الأقصى؟ قبل 67 كان كل الناس مسلمين وسياح وحتى يهود كانوا يدخلون إلى المسجد الأقصى المبارك، ويدخل المسلمون يدخلون لأداء الصلاة والعبادة فيه، وغير المسلمين كانوا يدخلون من باب السياحة وغير ذلك. واستمر هذا الأمر من عام 67 إلى عام 2000. في عام 2000 السلطة القائمة بالاحتلال هي التي منعت ذلك واستولت على حق السياحة، وجعلت يعني هي التي تتحكم في أبواب المسجد الأقصى المبارك وتتحكم في السياحة في المسجد الأقصى المبارك. نعم. نحن لا نقول الآن بيدخل اليهود إلى المسجد الأقصى المبارك، ولكن نقول أنه أن الحق العبادة وحق الصلاة هي فقط خاصة بالمسلمين. طيب. أما إن دخل أناس آخرون تحت باب السياحة مرورا ودون أداء عباداتهم ودون أداء أي طقوس، هذا الأمر هو الذي كان جاريا من عام 67. واضح دكتور هايل عبد الحفيظ الداود وزير الأوقاف الأردني، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذه التوضيحات. الآن قبل أن أعود لضيفي في الاستوديو، دعونا مشاهدين الكرام نشاهد التقرير الذي عده الزميل عدنان حميدان ثم نعود للحوار. بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي بشأن مسؤولية تركيب كاميرات مراقبة في باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أجبر الاحتلال يوم الأربعاء الماضي موظفي الأوقاف الأردنية في الأقصى على إزالة جميع التجهيزات التي وضعوها من أجل تلك الكاميرات. وفي الوقت الذي ادعت فيه شرطة الاحتلال في القدس أن تركيب هذه الكاميرات من مسؤوليتها، أكد وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني على أن هذا من اختصاص ومسؤولية الأوقاف الأردنية وبهدف توثيق الانتهاكات الإسرائيلية مستقبلا. وحول مسؤولية المراقبة، أوضح المومني أن ما يتم تسجيله من خلال الكاميرات سيكون متاحا لرؤيته من قبل الجميع. نعم الجميع، فهي كاميرات متاحة لسلطات الاحتلال كما هي متاحة للأوقاف الأردنية، ومع ذلك قام الاحتلال بإزالتها مخالفا ما تم الاتفاق عليه. بنود الاتفاق الأردني حول الأقصى والذي تم برعاية أمريكية في 24 من أكتوبر تشرين الأول تمحورت حول احترام الاحتلال للدور الأردني في المسجد، تعهد دولة الاحتلال بالحفاظ على الوضع القائم، تخصيص المسلمين وحدهم بالصلاة في الأقصى، السماح لغير المسلمين بالزيارة دون الصلاة، نصب كاميرات لمراقبة المسجد على مدى 24 ساعة لمعرفة مصادر الاستفزاز. من جانبها اتهمت صحف إسرائيلية بنيامين نتنياهو بالكذب على الشعب عندما أغفل الحديث عن مسؤولية تركيب الكاميرات. اتفاق حول زيارة اليهود إلى حق مكتسب يتساوى مع حق المسلمين بالصلاة في المسجد، ولكنه يمثل في نفس الوقت اعترافا دوليا ضمنيا بأن الاحتلال الإسرائيلي هو من غير الوضع القائم، كما أن تجاوزاته في الأقصى هي السبب الرئيس لانتفاضة القدس. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد مرة أخرى. إذن يعني وفقا لما سمعت من الدكتور هايل ووفقا للتقرير، كيف يمكن أن يعني تكرس خطة كيري سيادة الاحتلال
على المسجد الأقصى، بينما الأردن يرى أن في مثل هذه الخطوة هي عبارة عن مقاومة للاحتلال ورفض لهيمنة الاحتلال على المسجد الأقصى. شوف، هو يعني الأردن لها يعني حسب الاتفاقات هي الدولة التي ترعى شؤون المسجد الأقصى، هذا متفق عليه، يبدو إسرائيل حريصة على ذلك، الأردن حريص على ذلك، والسلطة الفلسطينية مسلمة بهذا الأمر، هذا متفق عليه. لكن أنا بتصور أنه قضية رعاية الأردن للمسجد الأقصى فيها جانب بروتوكولي شكلي أكثر منه شيء واقعي. بمعنى كل الإجراءات التي تجري في المسجد الأقصى منذ 67 تم الاتفاق لاحقا في وادي عربة وفي غيرها تجري، والأردن لا يستطيع أن يفعل شيئا. يعني مثلا إسرائيل تمنع الإعمار داخل المسجد الأقصى، إسرائيل حولت كل ساحات المسجد الأقصى إلى مسؤولية وزارة الآثار الإسرائيلية، بالتالي اعتبرتها كأنها يعني ساحات عامة ويمكن الدخول إليها والخروج منها في أي لحظة. إسرائيل تمنع دائما الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى في أي وقت، ولا يستطيع الأردن أن يفعل شيئا. الأردن لا يستطيع أن يمنع إسرائيل عندما تمنع موظفي الأردن اللي هم موظفي الأوقاف من الدخول إلى المسجد الأقصى. يعني مثلا إسرائيل إذا رأت من إذا اشتبهت في أي موظف في المسجد الأقصى أو حراس المسجد الأقصى على ملاك وزارة الأوقاف الأردنية وهم موظفون لدى الأردن تمنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، ولا يستطيع الأردن أن يفعل شيئا. إذن خلال هذه الفترة الماضية لم يستطع الأردن أن يغير من سياسات إسرائيل شيئا. الذي حصل أن هذا التدخل الأردني جرى بسبب الانتفاضة التي جرت. لو أن الانتفاضة لم تحصل وأن الشعب لم ينفجر لما وجدنا لا كيري موجود ولا هناك اتفاق كان أمريكي أردني حول هذه القضية. إذن دعونا نتفق أن هناك حدود، يعني ودعني أقول هناك مساحة ضيقة للأردن ليتدخل في هذه القضية، لأن أتى الاتفاق كيري مع الأردن في هذه القضية. أنا أعتقد أولا كعادة إسرائيل في كل الاتفاقيات يعني الصياغات دائما تكون غائمة، ودائما الصياغة الغائمة تكون لصالح الأقوى أو لصالح الذي يسيطر على الأرض. عندما يتحدث نتنياهو على سبيل المثال عن موضوع الإبقاء على الوضع القائم، ماذا يعني؟ ما هو الوضع القائم الذي يريد الإبقاء عليه؟ هذه قضية مهمة جدا. الوضع القائم عند نتنياهو هي أن من حق المستوطنين الإسرائيليين أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون، يعني ما قبل 11 تقريبا. تمام. فبالتالي هذه قضية أنا أعتقد مهمة. وبالمناسبة هذا الموقف، موقف نتنياهو تجاه المستوطنين عندما قال أنه من حق المسلمين أن يصلوا ومن حق غيرهم أن يزور، بالمناسبة هذه ما تمتش فقط في زيارة كيري، هذه تمت قبل ذلك من أول ما حصلت الانتفاضة وأدرك نتنياهو أن هذه الانتفاضة غير قابلة للتوقف، وقف وأعلن هذا الموقف. بمعنى آخر الذي تم الاتفاق عليه في الأردن هي وجهة النظر الإسرائيلية التي أعلنها نتنياهو قبل ذلك. قال نتنياهو قبلها أعلن هذا الموقف، وبالتالي تم إدخاله أو جعله جزء من هذا الاتفاق. إذن لكن الأخطر في تصوري أنا أنه لأول مرة يقر إقرار بأن من حق إسرائيل أن تدخل المستوطنين إلى المسجد الأقصى ما تشاء. طبعا حديث عن أنه هؤلاء يدخلون للزيارة، ماذا تعني الزيارة؟ السياح. ما الفرق بين الزيارة؟ طيب. بين الزيارة؟ لا، هو لم يقول السواح بالمناسبة، غيرهم المقصود المستوطنين أو المتدينين الإسرائيليين. بإمكانهم أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون، وفي نفس الوقت هم يقومون الآن بالصلاة، وحتى بعد الاتفاق مع كيري هم يدخلون إلى المسجد الأقصى ويصلون في المسجد الأقصى. اسمح لي الآن ينضم إلينا الدكتور صالح نعامي الباحث في الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي. دكتور صالح مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور. يعني ما هو تقييمك لخطة كيري واتفاقيته مع الأردن حول الأقصى، وهل هناك فرص حقيقية لنجاحها على الأرض؟ والله بنجاحها تتعلق، إذا احنا قصدنا أن هو تحقيق المصالح الإسرائيلية، أعتقد أن هذا ما تحقق من فعل. علينا أن نتذكر أنه قبل هذا الاتفاق الذي سبق بالمناسبة كما أسف المتحدث قبلي، قبل عدة أشهر أو 9 أشهر توصل كيري تحديدا، توسط ما بين بنيامين نتنياهو وبين ملك الأردن، وعلى أثر ذلك تقدم نتنياهو أو تعهد لملك الأردن
بوقف الزيارات الاستفزازية تحديدا للنخب السياسية في الصهيونية للمسجد الأقصى. ولكن طبعا على أساس هذا التعهد سانف الأردن أو عاد سفيره لتل أبيب، لكن بعد ذلك وجدنا أنه بنيامين نتنياهو يسمح لنخبه تحديدا للوزير وزير الاستيطان والزراعة أوري أرائيل ليس فقط طبعا بتدميس المسجد الأقصى، بل أنه أخذ دشل موقعا على الانترنت أوري أرائيل اللي هو وزير كبير في الحكومة لدعوة اليهود بجميع أرجاء العالم لمشاركته في حملات تدميس المسجد الأقصى. وهنا أود أن أشير لنقطة بالغة الأهمية، هؤلاء لا يأتون كالزوار، الصهاينة الذين يأتون للمسجد الأقصى هؤلاء يمثلون موقفا أيديولوجيا دينيا يقول التالي، أنه الخلاص اليهودي يتطلب أولا إعادة بناء الهيكل، وإعادة بناء الهيكل يتطلب بالضرورة تدمير المسجد الأقصى. لذلك أوري أرائيل قبل بعد التوقيع على الاتفاق وأجرت معه صحيفة ميكور ريشون وصحيفة يمنية، قال إني لم كل حملاتي للمسجد الأقصى تمت بموافقة مباركة بنيامين نتنياهو. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا هذا الاتفاق يضفي شرعية على قيام هؤلاء مجموعة أيديولوجية يهودية تعلن علنا بأن هدفها هو تدمير المسجد الأقصى وليس فقط سياح. النقطة الثانية أنه بعد هذا الاتفاق خرجت نائبة وزير الخارجية، بالمناسبة نتنياهو وزير خارجية، نائبة نتنياهو سيليا حتوفيلي، وأعلنت بشكل واضح وصريح في مقابلة مع قناة الكنيسة، قالت أنه إحنا يجب أن نرفع العلم الإسرائيلي على المسجد الأقصى واليهود سيصلوا في المسجد الأقصى. يعني وهذا نشف طبعا لكل ما ورد في هذا. النقطة الثالثة، الحديث عن وضع القائم. أنا اليوم فقط أريد أن أحيل المشاهدين إلى ما ورد اليوم في تحية صحيفة هارث. طبعا هارث سخرت من قبول الأردن لفكرة الستاتيك فو وفكرة الوضع القائم اللي تعهد به بنيامين نتنياهو، وقالت هذه الحكومة أبعد ما تكون عن احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى. كيف؟ قالت هناك 19 جمعية يهودية هذه يعني هدفها الأساسي هو إعادة بناء الهيكل. كل هذه الجمعيات تتلقى دعما حكوميا، دعما ماليا من حكومة بنيامين نتنياهو، وهي تتساءل كيف يمكن أن يزعم بنيامين نتنياهو أنه معني بالحفاظ على الوضع القائم وهو حكومته تدعم وتمول أنشطة جمعيات تعلن علنا أن هدفها تدمير المسجد الأقصى بغرض بناء إعادة بناء الهيكل. النقطة الثالثة أنه وزارة التعليم الإسرائيلية تدفع كل عام بمئات الآلاف من الطلاب المدارس في إسرائيل، طلاب المدارس الثانوية والإعدادية، لزيارة من يعرف معهد الهيكل. هذا معهد مقام في القدس الشرقية، وهدفه إعداد الكهنة الذين سيقومون حسب زعمهم بالعمل في الهيكل عندما يعاد بناؤه. وهؤلاء الطلاب يتلقون يعني شرحا حول ما سيتم بعد إقامة الهيكل. هذا بالمناسبة لم يأتي على لساني، على ورد اليوم في صحيفة هارتس الصحيفة الصهيونية. بالإضافة إلى ذلك، الحكومة الإسرائيلية وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قبل تقريبا أسبوع أدخلت مساق تعليمي يقوم على تدريس الطلاب أهمية بناء الهيكل وبوصفه يعني إنهاء لمشاكل إسرائيل وتحقيقا للخلاص. إذن دكتور، أنت تعتقد أن هذا الاتفاق المعذرة دكتور، هل يعني إذن في النهاية هذا الاتفاق من وجهة نظرك هو تكريس لحالة الهيمنة الإسرائيلية وإعطاء فرصة للمتطرفين الإسرائيليين للدخول من خلال هذا الاتفاق بشكل أكثر شرعية وليس العكس؟ هذا ليس فقط هؤلاء، هذا إطفاء شرعية على مخططات هؤلاء الذين يعلنون في العلن. أوري أرائيل هذا الوزير كبير في الحكومة ويعلن بأنه هدف إسرائيل يجب إعادة البناء الهيكل. ميرا ريجب وزير الثقافة أعلن قبل أسبوعين أنه الهدف هو إعادة بناء الهيكل. يعني النواب حزب الليكود، بالمناسبة هؤلاء جلهم علمانيين وليسوا متدينين، يعلنون صباح مساء بأنه يتوجب عدم احترام الوضع القائم
في القدس. لكن نقطة مهمة بالنسبة للأردن يا أستاذ. واضح دكتور صالح. لا في 30/6 فقط بس معلومة عشان يعني نوضع حتى يصوب الأمور في سياق طبيعي. 30/6 في صعيبة هارس كشفت النقاب عن أن هناك محادثات ما بين الأردن وإسرائيل تتعلق بالترتيبات في الوضع في المسجد الأقصى. وقال صحيفة هارس وصحيفة طبعاً معروف صحيفة الصفوة ذات مصداقية ولن ننسى هذا الأمر الأردن، قالت بأن الأردن وافق على أن يتم أن يقوم الصهاينة بتدنيس ليس فقط صحيفة المسجد الأقصى بل المساجد، لكن الأردن اشترط بأن لا يكونوا يعني يلبسون الزي العسكري. إذا دكتور أشكرك، الفكرة وصلت الحقيقة. دكتور صالح النعامي باحث في الشؤون الإسرائيلية والمحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، كان معنا من غزة. ويبدو أن الوقت انتهى لهذا الجزء. إذا مشاهدينا الكرام سنخرج لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة النقاش حول تطورات الانتفاضة الفلسطينية وقدرتها على الصمود أمام المحاولات الحثيثة لإخماد جذوتها والحيلولة دون تحقيق أهدافها، فأرجو التفضل بالبقاء معنا. حلقتنا مستمرة وفيها أين ذهب المواطنون المسلمون؟ حرصا على عدم الانقطاع. مشاهدينا أينما كنتم نرجو منكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم على التردد الأكثر استقرارا على القمر الصناعي نايلسات أتلانتيك بيرد اعتبارا من بداية شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم وفقا للقيم التالية: 10872 عمودي بدلاً من 11640 أفقي. في الشارع المصري حكايات وأخبار يومية، آلام وأمال وأحلام لغد أفضل. سنكون معكم من أرض الفيروز شرقاً إلى مطروح غرباً، من الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً. نسير في أزقة القاهرة وشوارعها، نفتح معاً نافذة على مصر. تابعوني أنا أسامة جوي على قناة الحوار. في أمر أولي الأمر حق ضائع، قضايا لا تكشف، ومصائر في مهب الريح. حقوق الناس يأتيكم في هذه الأوقات. إذا أهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية، حيث نتابع النقاش حول تطورات انتفاضة القدس في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأرحب مجددا بضيفي في الاستوديو السيد محمد صوالح المحلل السياسي والخبير بالشؤون الفلسطينية. أستاذ محمد، يعني أحد المكونات الرئيسية للزخم في الانتفاضة هي مناطق 48، على الأقل في الأسابيع الثلاث الأولى لمسنا تفاعلا، الأسبوع الأول تفاعل كبير، الثاني تفاعل معقول، الثالث أقل، الرابع كأن هذا التفاعل خمد. ما هو تفسير ذلك؟ وهل يمكن لهذا المكون الرئيسي من المجتمع الفلسطيني أن يستمر في عطائه في الانتفاضة؟
أنا أعتقد أنه هناك إجماع في بين كل فصائل الفلسطينيين في 48 وأحزابهم بدعم على دعم الانتفاضة والمشاركة فيها. ربما كان القمع الإسرائيلي له أثر المؤقت في يعني تخفيف جذوة التفاعلات، ولكن أنا أعتقد أن هذا الأمر سيستمر وسيقف سيستمر وقوف يعني كل الفلسطينيين في 48 إلى جانب إخوانهم في الضفة الغربية. أنا أعتقد أنه المسجد الأقصى كما هو معلوم يعني أكثر من كان يعني يحبط أو يقف إلى جانب أهل القدس فيه ويعمل على إحباط المشاريع الصهيونية هم الأهل في 48. ربما كان الفترة الأخيرة الضغط هذا ومحاولة استهداف الشيخ رائد صلاح لها علاقة مباشرة بهذه القضية. نحن جميعا نعلم أن يعني الشيخ رائد الآن في أي لحظة يمكن أن يتم اعتقاله من أجل أن يمضي 11 محدد في 15 من نوفمبر القادم 11 شهرا، كانت 8 شهور وثم صارت الآن 11 شهر. وبالمناسبة هو يحاكم الآن على خطبة ألقاها في وادي الجوز في عام 2007، يعني هذه في الحقيقة حاجة يعني طريفة. ولكن في النهاية أنا أعتقد القضية الجميع يدرك أن هذه القضية هي قضية سياسية، وأن المقصود هو تغييب الشيخ رائد صلاح خلال هذه المرحلة، أنهم يعتقدون أن وجود الشيخ رائد صلاح بحد ذاته هو يعني عامل تفعيل للانتفاضة وتهيج للجماهير في 48. نعم، اسمح لي الآن ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من رام الله. حضرة اللواء أبو العينين، أهلا وسهلا بك معنا، وسؤالي لحضرتك يتمحور حول الموقف الفلسطيني من اتفاقية كيري مع الحكومة أو مع الدولة الأردنية. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قال أن الفلسطينيين وقعوا في الفخ بعد الاتفاق الأردني الإسرائيلي الأمريكي، بينما قيادات من حركة فتح أيضا تحدثت بشكل إيجابي جدا واعتبرت أن الاتفاق يمثل خطوة لحماية المسجد الأقصى المبارك. السؤال هو، ما هو الموقف الفلسطيني الحقيقي تجاه اتفاقية كيري مع الأردن حول المسجد الأقصى المبارك؟ يعني أولا ست مساء أنت وكل المشاهدين، يعني بعيدا عن الاتفاق إيجابياته أو سلبياته، فإن كيري أوكل للقاتل وللمجرم أن يعلن نيابة عن الضحية هذا الاتفاق، وهو أعلن بشكل صريح وواضح أنه سيحافظ على الوضع القائم في مدينة القدس، ولم يقل السيد كيري ولا نتنياهو أي وضع قائم في القدس. هل الذي تجاوزه نتنياهو وتغمته العسكرية منذ عام 2000 وكرس واقعا جديدا؟ الاتفاق بالتأميرات التي قيل عنها أنها ستكون مرتبطة مباشرة بالرقابة الإلكترونية مع المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن في اللحظة التي باشر دار الأوقاف بتركيب هذه الكاميرات تم منعهم من ذلك، بمعنى أن الاحتلال يقرر ما يشاء ويدوس بكافة الاتفاقيات التي لا يحترم أي اتفاق. والتجربة على ذلك وهو ما يجري في أولى القبلتين مثل الحرمين الشريفين، ما يجري على الأراضي الفلسطينية كل الأراضي الفلسطينية، كل هذه الاتفاقات التي وقعت لا مكان لها ولا لها مهلا تعود الأمور لما كانت عليه قبل الحراك أو الانتفاضة، سميها ما شئت. ولكن أعتقد أن ما يجري يوميا مع الشعب الفلسطيني لا قيمة لكل الاتفاقيات التي وقعت سابقا بغض النظر مع المملكة الأردنية الهاشمية أو مع السلطة الوطنية الفلسطينية أو مع وزارة التحرير الفلسطينية. كل هذه الاتفاقيات باتت الآن لا مكان لها ولا قيمة لها، وينفذ من هذه الاتفاقيات ما يتناسب مع مصالحه. ما يجري الآن في الخليل كمحافظة بكل مدنها وقرى ومدينة القدس بشكل متوازن، وفي بقية المحافظات الفلسطينية هو قتل ممنهج لتهجير الشعب الفلسطيني في المحافظات بالقدس أولا وفي الخليل ثانيا، وكأنه يعني اليوم أعطى أمرا وتفويضا ببناء 3 مستعمرات على الأراضي الفلسطينية محتلة. أي اتفاقيات بقي لها قيمة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ لكن سيد أبو العينين، يعني هل يعني ذلك عدم رضا من الأوساط الفلسطينية
إن لم يكن على المستوى الرسمي على مستوى السلطة والرئاسة السلطة، على الأقل على مستوى الفصائل والشعب الفلسطيني، تعتقد أن ما تتفضل به هو يمثل شريحة في المجتمع الفلسطيني وبالتالي لا خوف على انتفاضة الشعب الفلسطيني؟ لما اطلع على تفاصيل الاتفاق يعني بكل جوانبه، يعني ما رشح عن هذا الاتفاق تركيب كاميرات مراقبة. هل هذه الرقابة تتكون سيادية؟ أعتقد بأن نتنياهو لن يقبل لأن تكون المراقبة شريكا في المراقبة، وهذا يعني أنه وضع يعني رقابة دائمة على المصلين، وهذه انتهاك لسيادة المسجد الأقصى وحرمة المسجد الأقصى. يعني هل سيد أبو العينين، هل هذا الاتفاق من وجهة نظرك يشكل خطرا على حراك الشعب الفلسطيني وانتفاضته، وربما يعوق تحقيق أهدافها والأهداف الوطنية الفلسطينية؟ القضية الشعب الفلسطيني تجاوز كل الاتفاقيات في ظل العربدة وسباحة الدم يوميا، هناك 3 إلى 4 شهداء وما يزيد عن 150 أو 200 جريح. لم يعد هناك قيمة لأي اتفاقيات كانت قديمة أو حديثة. كل هذه الاتفاقيات نتنياهو لم يعبأ لهذه الاتفاقيات، هو يستغل الظرف من حول فلسطين ويحاول أن يكرس واقعا جديدا. يعني ما يقال عن أو ما قيل أو ما يعني عن دولة فلسطينية بحضور رامي حزيران، لم يبقى من هذه الدولة شيئا يذكر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. شيء مخجل أن تبقى فلسطين تنفرد وحدها في مواجهة عدو إسرائيلي وتقدم يوميا أبنائها وشهدائها، ولا نرى أحدا، لأن هناك اهتمامات دولية ولها أولويات على فلسطين، خاصة الأمر يتعلق مع العدو الإسرائيلي. طيب شيء مؤسف على كل حال كفلسطينيين أننا قررنا أن نواجه هذا العدو الإسرائيلي، وإن كنا يعني هناك مسافة شاسعة ما بين تسليح الشعب الفلسطيني أو سلاح الشعب الفلسطيني وبين يعني التقنية أو هذا الجيش المدجج بكل أعتى أنواع الأسلحة، ولكن إرادة الفلسطينيين كما شاهد الكثير أن قادر على أن تهزم هذا الجيش الذي يهرب عندما يرى فلسطينيين حاملا سكينا أو سدادة فلسطينية. قدرنا أننا سنواجه ولن يعني وأنت تتحدث سيد أبو العينين عن قدركم وعن مواجهة الاحتلال، هل هناك خوف حقيقي من أن مثل هذه المحاولات، سواء كان الاتفاقيات الحالية بين الأردن وأمريكا وإسرائيل أو الاتفاقيات الأخرى التي أشرت إليها في خلال كلامك، هل تشكل قدرا من الخوف لدى الشارع الفلسطيني وبالتالي سيتم إجهاض هذا الفعل المقاوم الشعبي الفلسطيني، أم أن الشعب قال كلمته ولن يتراجع؟ يا سيد العزيز، أولا يعني بعيدا عن اتفاقية ما بين الأردن وكيري، هذه قضية شأن أردني مع كيري، وحتى الآن نطلع على تفاصيلها، ولكن الأهم من هذه الاتفاقية هو الاتفاقيات الفلسطينية الموقعة مع احتلال السعودية منذ عام 93. هذه الاتفاقيات لم يعد لها قيمة. القيادة الفلسطينية قررت وشكلت لجنة سياسية لهذه الغاية لاتخاذ قرارات مصيرية، وقد يعني تكون في الأيام القادمة تؤخذ قرارات سياسية حول كافة الاتفاقيات الموقع مع عدو إسرائيلي وقيمتها واستمرارها أو عدمها، وكذلك بما فيها التنسيق الأمني. كل هذه الآن يعني انتهت القيادة اللجنة السياسية المكلفة بهذا الأمر ورفعت توصياتها لقيادة منظمات التحرير الوطنية، وسنجتمع فور عودة الرئيس أبو مازن من الخارج لتتخذ قرارات على ضوء ما يرتكب من مجازر يومية بحق شعبنا الفلسطيني. هل سنرى أثرا عمليا لهذه القرارات على الأرض إن شاء الله؟ أنا واثق بأنه لم يعد مجال أمامنا أمام هروب للأمام إلا باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، وأقلها وقف هذه التعامل بهذه الاتفاقيات الموقعة مع العدو الإسرائيلي، لأنها لم يعد لها قيمة مع العدو الإسرائيلي التي يعني انتهكها كلها. الفكرة وصلت. اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كان معنا من رام الله، شكرا جزيلا. أستاذ محمد، إذن السلطة الفلسطينية
لم تطلع على الاتفاق الأردني الأمريكي اتفاق كيري، ولكنها تسير باتجاه تغيير قواعد اللعبة كما قال سلطان أبو العنين. وهناك قرارات سياسية ربما مهمة سيتم الإعلان عنها قريبا. هل هذا يجعلك تطمئن بأن الانتفاضة مستمرة، أم أن عقبة العلاقة الفلسطينية الداخلية ما زالت قائمة؟ يعني إذا أردت أن أعلق على ما قاله السيد سلطان أبو العنين، فهناك ملاحظتين. الملاحظة الأولى وهي أنه لا يريد أن يعلق على الاتفاق الأردني الأردني الأمريكي بشأن الأقصى أو الأردن الإسرائيلي بشأن الأقصى، وأتفهم ذلك لأن ببساطة السلطة الفلسطينية في وضع صعب، لا تستطيع يعني أن تنتقد أي قرار أردني لأنها يعني هذا دأب السلطة الفلسطينية، تريد أن لا تخسر أي طرف عربي. وإن كان هذا الموضوع في تصوري موضوع خطير، يعني هذا يمس كل إنسان سواء في الأردن أو كل مسلم في أي مكان في العالم. واضح أن هناك تضارب أو هناك عدم رغبة في التعليق على ما جرى. هذه قضية. القضية الثانية الذي الكلام الذي تحدث أو الطريقة التي تحدث بها سيد سلطان يمكن أن تكون مقبولة من شخص عادي، الناس عوام الناس الذين يتحدثون ضد الاتفاقيات التي حصلت وأن إسرائيل لا تحترم أحدا وأن إسرائيل الماضية في موضوع الاستيطان، وحقيقة إسرائيل الماضية في موضوع الاستيطان، حتى ماضية في قتل الناس على يعني بشكل يومي وأمام الكاميرات، ماضية في إخراج الفلسطينيين من بعض المناطق خاصة في مدينة الخليل منطقة تل رميد، الآن في مؤامرة كبيرة عليها لأجل إخراج كل الفلسطينيين منها وإبقائها منطقة خالصة للمستوطنين. هذه قضية الآن إسرائيل تستغل الأحداث هذه التي تجري من أجل تنفيذ سياساتها. ولكن السؤال الكبير هو ما الذي يجب أن تفعله السلطة الفلسطينية؟ هذا الحديث عن أنه هناك جهات تدرس، وهذا سمعناه كثيرا، بل أكثر من ذلك نحن سمعنا المجلس المركزي منذ مدة أعلن أنه يجب أن يوقف التنسيق الأمني، وسمعنا بعد ذلك أيضا الرئيس محمود عباس يتحدث عن التنسيق الأمني أنه لا يمكن يعني الاستغناء عنه، وهو الذي في مرحلة ما سابقة يعني وصفه بأنه تنسيق بأنه أمر مقدس. المقصود الذي أريد أن أقوله الآن أنه إذا أرادت السلطة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية أن تكون قريبة من الشعب الفلسطيني، فيجب أن تأخذ بالذات السلطة الفلسطينية أن تأخذ مجموعة من القرارات. موضوع التنسيق الأمني هذا ليس موضوعا قابلا للنقاش، ليس بحاجة إلى أن تشكل له لجان من أجل دغدغة عواطف الشعب الفلسطيني، أن نقول للثائرين الآن في الشوارع الذين يموتون كل يوم، أن نقول لهم هناك لجنة سياسية تريد أن تبحث وربما تأخذ قرار. إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تكون فعلا سلطة قريبة من الناس، يجب أن يتم فورا وقف التنسيق الأمني، يجب أن يتم فورا إعادة النظر بل إلغاء اتفاق أوسلو، يجب أن يتم فورا إجراء وحدة وطنية فلسطينية. لا يجوز أن يكون هؤلاء الناس الذين يقتلون في الشوارع في نفس الوقت السلطة الفلسطينية تسلم معلومات عنهم إلى الطرف الإسرائيلي، هذا كلام لا يمكن أن يكون مقبولا. لكن هناك ربما إذا نظرنا إلى الاختلاف الفلسطيني، وهو حقيقة من متابعاتي اختلاف واضح بين السلطة الفلسطينية حتى على المستوى الرسمي، شخصيات رسمية مثل سلطان أبو العنين، مثل حاتم عبد القادر، مثل حنان عشراوي وآخرين من اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، يتحدثون بسلبية عن الاتفاق الأردني ويعتبرونه مطب أو فخ وقعوا فيه، أو الأردن يعني سيخدم بذلك ربما يعني أمرا ليس في مصلحة الفلسطينيين، على الأقل هذه وجهة نظرهم. سؤالي هنا، هل هذا الاختلاف يعني رحمة، بمعنى سيحول دون إجهاض الانتفاضة وسيحول دون تنفيذ هذا الاتفاق بما فيه من مصالح الإسرائيليين من سيطرة على المسجد الأقصى؟ أنا أعتقد أنه القضية ليست قضية تصريحات، الأجهزة الأمنية على الأرض هي التي تملك القرار. إذا كانت الأجهزة الأمنية قررت أن على الأقل تقدير أن تغض الطرف
عن ما يجري على الأرض، عن الحراك الجماهيري، عن عمل المقاومين على الأرض، هذا جيد. أنا لا يهمني في النهاية، لأنك أنت تتحدث أحيانا إلى بعض المسؤولين الفلسطينيين في السلطة الفلسطينية الذين يقومون حتى بعملية التنسيق الأمني، عندما تتحدث إليهم يتحدثون لك بلغة وطنية ولغة ثورية. أنا هذا لا يهمني، لأن كل إنسان يستطيع أن يزاود بالطريقة التي يريد. أنا الذي يهمني هو على الأرض، ما الذي يجري على الأرض. أريد أن أرى السجون الفلسطينية فارغة، أريد أن أرى الناشطين الفلسطينيين يعني يتحركون بحريتهم بعيدا عن أي قيود أمنية فلسطينية. أشكرك أستاذ محمد، الفكرة وصلت. محمد صوالحة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بشؤون الفلسطينية، شكرا لكم على هذه المشاركة، وبالغ الشكر لكم مشاهدينا الكرام على كريم متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذا زاهر بيراوي يحييكم ويستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع كل إشراقة شمس نشعر بالإنجاز، مع كل زهرة تتفتح نتنفس السعداء. كنا نتذكر عندما بدأنا عام 1990 أن الطريق طويل، وأن القمة لا يصل إليها إلا مثابر. 15,000 متر مربع هي المساحة التي تعمل عليها مصانعنا. أنتجنا حتى نهاية 2014 1,600 منتج طبيعي، 10,000 مريض يستخدم منتجاتنا يوميا، 450 موظف هم رأس مالنا الحقيقي، 3,000 اتصال نستقبله يومياً، 2,000 نقطة بيع في تركيا وحول العالم. وكلاؤنا منتشرون في 25 دولة. نورس، لقمان الحكيم، من الطبيعة نصنع الدواء. نفخر بشركائنا ووكلائنا حول العالم. تواصل معنا لتكون وكيلا لنورس. جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، من عمق التاريخ إلى آفاق جديدة في العلوم والفنون. كافة التخصصات الجامعية على مستوى درجة البكالوريوس والدراسات العليا، العلوم الإنسانية والآداب، الهندسة والعمارة، الفيزياء والعلوم الإسلامية، الفنون الجميلة، القانون واللغات. جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية، لا نمنح التعليم الجامعي فقط، بل نمنح القيم أيضاً.